أحسن الله إليكم من أسئلة هذه السائلة، تقول فضيلة الشيخ: هل يعاقب من فعل عملا محرما وذلك قبل سن البلوغ؟ إذا كان كذلك ما الحكم وما هي الكفارة إذا كان ذلك بينه وبين الله؟ الذي دون البلوغ ليس عليه تكليف ولا يأثم إذا فعل منهيا عنه أو ترك شيئا مأمورا به، لأنه لم يكتب عليه التكليف، قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. ليس عليك إثم فيما فعلته قبل البلوغ، وإن كان الأولى لأولياء أمور الصغار أن يربوهم على الطاعة وأن يأمروهم بالصلاة وأن يجنبوهم المنهيات، قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع. نعم.